طيب، عندنا المتحدث الجاي هو الأستاذ البروفيسور محمد أبو صالح، اتفضل معنا. طيب، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة تحية لكم أنتم، هذه المجموعة الرائعة الجميلة، نمير وبكري سالي خانجي، وعبركم لكل الشباب والكندكات والشعب السوداني داخل وخارج السودان، أقول لكم أول حاجة مبروك هذا الاتفاق، وأقول لكم كل سنة طيبين. إحنا الآن منذ الساعة 1 صباحا امبارح يا دوبك بقينا نتلقى تهاني عيد الفطر المبارك. كان عيد حزين، وإنها في فرحة هستيرية، عشان أنظر الصورة هنا الناس في حالة فرحة، يعني فرحة بالدموع يعني. وأنا أفتكر إن إحنا الآن أمام تيرنينج بوينت يعني للسودان. والمداخلة بتاعتي، أول حاجة إحنا حنبدأ بها إنه مفترض نغير طريقة تفكيرنا. يعني بعد 64 سنة راحت علينا هذه البلد الغنية بالمورد البشري المميز، مورد طبيعي كبير، موقع جغرافي ما شاء الله يعني، وفرص كبيرة، لكن يعني وضعنا مخجل، يعني إنتاجنا ضعيف، صادراتنا ضعيفة، حتى إنتاجنا كله لسه هو نفس إنتاجنا في 56 يعني. إحنا الحقيقة متواصلين مع الأطراف المختلفة هنا في السودان، هو الحرية والتغيير، الرئيس العسكري والقوة السياسية، هو المجتمع السوداني والشباب، محاولين إنه الناس تمشي في اتجاه يعني جديد اللي هو خارطة الطريق. احنا كنا خايفين كاستراتيجيين نعيد التكرار او الاستمرار في الدائره اللي احنا بنسميها الخبيثه، أيوة. اللي بدات سنه 56 استلمنا اداره الدوله بدون اي ناشونال فيجن، يعني ما عندنا كان كومبرهنسيف فيجن، يعني ترتيبات سياسيه واقتصاديه وثقافيه واجتماعيه للتعاون مع ظروفنا الداخليه والخارجيه المستقبليه. والنتيجه لغياب هذه الفكره اصبحنا احنا ماشيين بدون وعي، فتسببت في فشل الحكومات الاولى، والنتيجه حكومه عسكريه اتجهت يمين يسار ثم يمين ثم انقلاب، ففتره انتقاليه سريعه جدا لنقل السلطه، ثم بدون ما ننتج يعني الفكره نعالج الخطا ثاني، فاستمر في فتره انتقاليه سريعه، ثم حكومه حزبيه ففشلت لانه استيل ما عندنا الناشونال شكل الخط شوية بدأ يقطع في السودان للبروفيسور. اللي هي نتيجة ثانية تظبط بس، وهكذا فترة يعني تأسي أيوة، فترة رجعت تأسي. رجعت يا دكتور. أيوة، أبدأ من الأول ثاني. يعني بس عيد الدقيقة اللي فاتت. طيب، إحنا كنا خايفين حقيقة استراتيجيين نبدأ يعني غلط بداية في 56، اللي هو استلم إدارة الدولة على التحرير للتعمير. ليه التحرير للتعمير يعني؟ فإحنا بندير في دولة يعني دي ما دكان ما كشف جرايد يعني، فكان لابد من رؤيه شامله نتعامل بها ظروفنا الداخليه والخارجيه، كنا احنا من وزارات غير شنو. غياب هذه الفكره للتعامل مع كل الظروف الصعبه والفرص المتاحه خلت الحكومات تفشل الثلاثه الاولى، فانقلاب عسكري وحكومه انتقاليه سريعه، نركز في سريعه دي لنقل السلطه. النتيجه حكومه بدون رؤيه، والنتيجه اداء ضعيف، والنتيجه انقلاب عسكري نميري، ثم هكذا صور ده استعجلنا نقل السلطه، والنتيجه ثاني حكومات ضعيفه، ثاني جهة الإنقاذ الآن تظبط بس. فأنا بقول إنه الآن المرحلة اللي قدامنا هو أول حاجة إحنا نعملها إنه نتفق على رؤية وطنية للدولة، وأعتقد هذا هو البند الأول الآن مطروح أمام الطرفين، إنه يكون إحنا ننتج رؤية وطنية كمشروع حلي في السودان. يعني الحقيقة كان عملنا يعني زي ريسيرش لتحليل شعارات الثورة السودانية والسوشيال لايف اللي كانت موجوده في ساحات الاعتصام، عشان نحاول نصل لكلام علمي ما هي اهداف الثورة دايركشن، لان هم الحاكمين للمجلس العساكر وهم الحاكمين لقوى الحريه، هم ماذا يريدون. فاكتشفنا انه الناس بيتكلموا في حلم كامل في الصدور، فاذا جت الحكومه الجايه وقالت احنا عاوزين نوفر السيوله والبنزين والرغيف، حتكون دي احباط عالي جدا حصل للشعب. انا بتكلم على سودان مختلف، دوله كبيره عصريه، قوة اقتصادية كبيرة وهكذا، ودي ما بتجي إلا برؤية حقيقية بتفكير كبير. صحيح ممكن think big start small، لكن إحنا الآن أمام حاجة مهمة. في شيء حصل في السودان في الأيام اللي فاتت غير مسبوق،
برأي شخصي، اللي هو هذا الاحتشاد الوجداني العجيب اللي جمع كل قلوب السودانيين في حاجة واحدة، احتشاد وإرادة قوية جدا لإسقاط النظام. الآن بنعيش في تطوير لهذا الاحتشاد إلى بناء السودان. وبالتالي أنا رجوعا للتجربة الإنسانية بفتكر نحن محتاجين نجمع قلوب السودانيين دول كلهم في غايات واحدة وفي منظومة قيم واحدة عشان نبرر الإرادة. أنا أفتكر إنه إحنا واحدة من الأشياء العلمية اللي خلتنا ما يكون عندنا إرادة هو حاجة واحدة بسيطة جدا، إنه إحنا ما عارفين إحنا منو دايرين شو. فإذا إحنا أجبنا السؤال ماذا يريد السودان، مش الحكومة ولا الحزب المعين، السودان وصلنا الناشونال جولز سيستم أوف فاليوز بتعبر عن الناس، بحيث إنه قبلناه بقلوبنا، بالتالي إحنا ممكن نقول إحنا دي أهدافنا السودانية، لازم نوجد حلم سوداني، غايات سودانية يعني تعبر عن الشعب السوداني. وقتها احنا حنقدر نتكلم في حشد وجداني واراده قويه وتحدي عشان نمشي لقدام. دي البند الاول اللي احنا طالبين الان نعمله، انه تكون البند الاول اللي هو انتاج الفكره الوطنيه كمشروع حلم سوداني، وتعلم ان هذا الحلم السوداني الحكومه الجايه. في حته بيفتكر خطوه مهمه نبدا بها مرحلتنا الجديده وهي الاستراتيجيه النفسيه. احنا في لحظه لازم نقفل الصفحة السوداء دي نقفلها ونفتح صفحة جديدة. صحيح دي تحتاج إنه يعني في الأول نرد المظالم، يعني نحاكم المجرمين، نحاكم المفسدين. والشقة الثاني إنه الناس تتكلم على استراتيجية نفسية نشيعة الأمل والتفاؤل في البلد عشان نمشي لقدام. أنا أفتكر في بعض الناس كانوا شوية تحسسوا من قضية إنه الاتفاق ما كان مرضي، أو قلنا الاتفاق مرضي، الناس يتعاملوا بعقلانية عالية إنه مهما كان في لحظة لابد من العبور نحو المستقبل، والمجرم ما حيفلت من العقاب. اللجنة المستقلة اللي حتكون هي حتتولى هذه العملية، وبالتالي إحنا الآن دايرين نخطو نحو الأمام. إحنا الآن بنفتكر إنه مهمة الحكومة الجاية هي التأسيس لنهضة السودان، ودي بتبدأ بترتيبات أساسية. أقولك الآتي، إحنا في الأول نرتب وننظم أين يفكر السودان. العقل الاستراتيجي للدولة السودانية هذا جهاز ضعيف، ويحتاج الآن وضعنا للطرفين إنه ده البند الأول حق، وإحنا ننتج المؤسس هذا الجهاز، وده يكون هو المصب لإنتاج المعرفة المطلوبة لتأسيس النهضة، وده بينظر النظرة كبيرة نحو المستقبل وكده، وده ممكن يكون هو فيه العملية لتنسيق الجهد الوطني نحو المستقبل. الآن هناك يعني أيضا بند ثاني بنفتكر، لو رجعتوا معي للتجربة الهندية، اليابانية، ألمانيا، سنغافورة، كوريا، دائما بيبدو بأنه ينشئ المدينة العلمية أو مدينة العلم. الآن إحنا بنصمم في حاجة اسمها مدينة العلم والتقنية، مدينة ذكية لها الفكر والمعرفة، ونوجه فيها جهودنا البحثية في الاتجاه الصحيح، ننسي فيها الجهود البحثية تكون زي بلاتفورم إنتاج المعرفة، ونوجهها وننظمها في اتجاه النهضة المطلوبة للسودان. هنا في تصور إحنا حنطرحه يا بكري للشعب السوداني، يعني هي ذاته واحدة من الأشياء إحنا عاوزين يمولها الجهد السوداني الخالص. في حتة مهمة إحنا نفتكرها هي البند الثالث في الآليات بعد العقل الاستراتيجي والمدينة العلم والتقانة، هو اللي هي مركز الابتكار السوداني. و الحاجة الرابعة ودي أهم من دير كله، وهي المركز اللي إحنا من خلاله بندرب المعلم السوداني. إحنا في مشكلة كبيرة جداً، المعلم السوداني والمرجعية اللي بتنتج المناهج التربوية. وأنا أفتكر يزول بيتفق معنا بداية تشكيل المستقبل تبدأ بالتعليم. إحنا محتاجين لمراعيات جوهرية بالتعليم، محتاجين للتدريب أساسي للمعلم السوداني. إحنا محتاجين بنينا مدينة فاضلة ندرب فيها وندرب فيها المعلمين بتاعنا. في حاجة خامسة للحكومة القادمة، إعلان للحلم السوداني. لازم المواطن السوداني يحس إنه في شيء جديد بيحصل، في شيء مختلف بيجري في السودان. لكن إحنا بنفتكر أمام السودان فرص كبيرة جدا رهينة بحاجة واحدة، إنه الحكومة الجاية دي تشكل مناخ جديد بيقوم على الثقة. إحنا محتاجين الناس ينظروا إنه في حكومة سودانية جدا، حكومة محترمة بتمارس الحكم الراشد، بتمارس عملها بشفافية، يسود فيها النظام، يسود فيها القانون، مقيدين له بأفضل عطاء، بتطور سلوك الحكومة يعني تجاه المستثمر والمواطن. أنا أفتكر بهذا الترتيب
اللي حتقول له الحكومة الجاية إحنا بنقدر نقول إنه ممكن يجي استثمار. الحقيقة أنا يعني عرضنا هذا البرزنتيشن بتفصيل كان باللغة الإنجليزية لعدد من المستثمرين على مستوى الاتحاد الأوروبي وألمانيا على وجه التحديد، وجزء منه كان يعني جاي من دول مختلفة، وعلى على على أكثر من عرض يعني أكثر من جلسة، والناس كلها كانوا يقولوا يا جماعة إذا هذا المناخ توفر إحنا will shift from millions to billions، يعني بتكلموا كلام كبير جدا. لذلك إحنا الآن بنفتكر هذا المناخ ده هو البند الأول، وحقيقة ما محتاج لقروش، فقط إرادة ونشأة، ودي هي رغبة السوا. بتكلموا على فعلا على حكومة تعيد صياغة السودان قائم على أسس ديمقراطية على أسس الحكم الراشد. إذا عملنا هذا المناخ إحنا أفتكر بنقدر نمشي نحو الأمام في إنه نقدر نقبل أو نستقبل استثمار. هنا بيجي السؤال الكبير اللي هو إحنا شاعرين فيه زي في ربكة في إنه الناس تعمل شيء، وده الخلايا إحنا شغالين من 4 سنين إحنا كنا متوقعين اللي هيحصل إياه لهذا النظام، فكنا شغالين في خطة. الآن هذه الخطة في لمسات الأخيرة زي حخطها في الشكل للتعامل العام زي ديجيتال ماب. If you click على أي مدينة في السودان بتشوف إحنا عاوزين شنو، يعني مثلا تلقى مصنع بتاع جبنة في الدوام، أو مصنع بتاع كركديه في الراهد، أو مصنع بتاع سمو عارف في منطقة معينة، وهكذا. فيها النشاط الاقتصادي، فيها مراكز التدريب المطلوبة، فيها مراكز البحوث، المستشفى المحلي، وغير المركز المدرسة التقنية، ولأنه فيها تخصص، يعني تلقى مدرسة بتاع صناعة الزجاج في الدمام في الأبيض، مدرسة بتاع صناعة أساسات في التمازين، يعني في توزيع، فيها السياحة، المتاحف، يعني أي زول داير يشتغل استثمار بزنس فيه، داير يشتغل عمل يعني طوعي، مدرسة، مركز صحي، يعمل لي برموية فيه. فيها الانفراستراكشر كلها، الطرق، حتى المطارات وغيرها، وحقيقة طرحين فيها مشروعات كبيرة جدا، ويمكن واحد من أهم المشروعات اللي احنا شايفين أكثر ناس يتواصلوا معنا دايرين يمولوه حي اسمه السودانيس أفريكان كوريدور. موقعنا احنا الآن السوداني بدي فرصة إنه بس المشروع ده لو أنشأناه ممكن يعيش السودان، اللي هو البايب لاينز العابر لإفريقيا، السكك الحديدية الحديثة العابرة للسودان وإفريقيا، المطارات الدولية من الجنينة إلى بور السودان، ميروي، كوستي، الخرطوم، الموانئ البحرية بور السودان، الساحل الكبير النهرية مع الطرق الحديثة، دي حتدي فرصة للسودان. أنا أقدر أقول ممكن دي بلد شيء للسودان. الآن في حماس كبير جدا من خاصة من الألمان وغيره، وفي طريق الحرير العابر، فإحنا محتاجين نعمل ترويج لهذا الشغل. الخرطة دي حتساعد الناس في إنه الناس يقدروا يخطوا للأمام، في إنه الناس ينظموا الجهد بتاع البيزنس وغيره. في حاجة مؤرخانة جدا وطرحت الآن لإخواننا في الطرفين، لحد ما نطور الخدمة المدنية السودانية وهذا السلوك اللي تعرفين أمشي وتعال بكرة وأحيانا حقي كم كده، دي أحيانا كثيرة جدا كان السبب الأساسي هي فيروس التخلف التنموي في السودان، أنا بسميها الفيروس يعني. فمحتاجين نطور خدمة مدنية، لكن إلى ذلك الحين إحنا الآن زي مقترحين نعمل زي شركات علاقات عامة، هي تبقى زي شوكوب زوربر بين المستثمر والحكومة، يعني ما نسمح للمستثمر ده يلتقي بهذا السلوك الشيء إلى أن نرتب حالنا. وإحنا نأمل في إنه أخواننا متواصلين معنا في مايكروسوفت سيليكون فالي السودانيين اللي بيتكلموا عليه إنهم حيساعدوا بشكل كبير في تأثير إيجابي في السودان، اللي طبعاً دي حتقطع يعني مسافة كبيرة في التعاون معها. إلى ذلك الحين نفتكر إحنا بنقدر نقول إنه هذه الخرطة مع هذه الشركات على قطع عامة بنقدر نوجه جهود الناس في خطة موحدة إنه إحنا عاوزين شنو كده. لكن حنقوم من خلال نطرح للناس يعني التطور الحاصل في السودان شنو، وفي المشروعات اللي حصل فيها شنو. في نقطة مهمة تانية أقولها الآخر أحب... آخر نقطة دكتور عشان نمشي للمتحدث الثاني. طيب آخر حاجة هي إحنا عندنا إشكالية في السودان أيضا في تنظيم المال. أضرب مثل بسيط ولاحظته في مدينة كان زرتها في مصر اللي هي مدينة العاشر من رمضان. هذه المدينة بتدخل مليارات، هي ببساطة الحكومة المصرية ما عملت غير إنها خططت حدد المشروعات وكل مشروع في الفيزيبيليتي بتاعته وطرحته للمغتربين السودانيين، توجه المال بتاع المغتربين المصريين عفوا وانشئت بمال يعني الكوليكت التفكير الجماعي نحو هدف معين. النتيجه انشئت احنا افتكر بمال السودانيين بتنظيم وتجاه مناطق انتاجيه معينه ممكن نحقق تنميه كبيره. انا افتكر في ختام
الدرس. الدقيقة بتاعتي الأخيرة حاجة أتكلم إنه إحنا مفروض نعمل شنو، يعني كل يعني دورنا شنو، ماذا نفعل أختي بقى إن شاء الله. شكرا جزيلا.